أحسن الله إليك سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول أئمة السلف رحمهم الله: الله بائن من خلقه؟ الله بائن من خلقه. نعم، لما جاءت الحلولية وقالوا إن الله في كل مكان اضطر السلف أن يقولوا هذه العبارة بائن، وإلا هي ما وردت في الكتاب والسنة، لكن لأجل أن يردوا على هؤلاء: بائن من خلقه، ما معنى؟ ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا رد على الحلولية. نعم.